وليد عباس اليوم نادي الصفاقسي ما لقيتوش رؤيتكم سيرتو في السيت الاولى، ثم لقيتوا بالنسبه لكم انتم الاوتوماتيزم مشى باش خليكم اوما تربحوا بسكور سيرتو في بقيه الاشواط. صحيح، معناها كان متوقع، الناس كل تعرف احنا بدينا متاخرين، معناها التحضيرات ممكن هذا ثمن هذا يعني من 8 أو 9 يوم، معناها فولي مدرب جديد مازال كي جاي عنده افكار جديده، لقينا صعوبات تعرف، وزاد فريق جديد ما تنساش خرج سمير السلامي وخرج سليم مشكيل، هذوما لاعبين عندنا خبره، عندهم الوزن نتاعهم في الفريق، فما تو احنا الفريق في مرحله التشبيب والحمد لله. المهم نصور هذه اصعب مقابله عندنا كانت في الموسم، خاطر كنا بدنيا مازال ماناش حاضرين، حتى كروي حتى في الفولي مازلنا ماناش حاضرين، الحمد لله معناها مردود كما هكا بعد 8 أيام تدريب هكا، ونتصور معناها مردود بطولي والجرينتا هي خلتها نرجع في المقابله معناها. الاولمبي الاقليبي جمعيه ماهيش ضايفه، يظهر لي هما ولاد صغار كبشوا على الاخر حبوا يربحوا، دخلنا ما دخلناش بالكدا في الروح السيت الاولى، من بعد ركزنا وتفادينا الاخطاء والحمد لله. يظل المهم هو الانتصار، هذا باش يخلينا نكملوا اكثر مرتاحين ان شاء الله. سيتا اليوم النادي الصفاقسي بصراحه معناها سيرتو في الشوط الاول الاولاد ما قاوش اوتوماتيزم نتاعهم، ما قاوش لي روبير نتاعهم، من بعد تيلي كي بداوا يتعودوا على بعضهم رجع شويه هذايا معناها البريود القليله اللي الاولاد مع بعضهم، سيرتو مع بدايه مدرب جديد معناها. هو صحيح هما بريدير مع مدرب جديد، عندهم ابين جمعتين يخدموا معه، والفتره الكل من اللي بداوا في التحضيرات كانت كلها تحضيرات بدنيه. على ذاك شفت ما الشوط الاول قمنا برشا اغلاط فرديه، اليوم سامون انه الفريق ينتصر في الشوط الاول، في الشوط الثاني والثالث الرابع معناها الفريق استرجع التركيز نتاعو، وقلنا لهم انه السيت الاولى معناها خسرناها خاطر اعطينا برشا كادوات معنا نحن، دونك اذا كان الفريق يحب يربح خليه هو يربح في كليبو نتاعو، وعلى ذاك كان التركيز مخير وسيفري الاوتوماتيزم بدا يرجع بشويه، وعلى ذاك في الاشواط الثلاثه الاخرين عملنا الفارق وكنا مسيطرين على المباراه.